ده. انا عندي قدامي ورقه بيضاء راح اقسمها بالنص يا ام النور، وراح اعمل ثلاث زياح وهون ثلاث زياح. مين السياسيين ومين الاعلاميين؟ لا ما بدي اعلاميين وما بدي سياسيين، بدي ثلاث شخصيات سياسيه لبنانيه وثلاث شخصيات سياسيه عربيه او عالميه رح يكون في عليهم بلبلة ويكونوا متصدرين صورهم. ترامب أول واحد. يلا مين؟ ترامب. ترامب بلبلة كبرى وجمهور غفير يدعو له بالسلامة صحياً، يعني بيتعرض لوعكة صحية. لا، في بلبلة ووثائق تفضح المنطقة 51 عن طريق ترامب. وصهره بيساعده شيء اللبناني ولا بيعمل شيء له دور؟ بدك تشوفي لمين تابع. له دور؟ لا ما حدا له دور، هو بس اللي له دور. هيدي بال 2023 يعني بال 23 ترامب غيره. سيدة تخطف الأضواء في السياسة الأمريكية. سيدة معروفة؟ هلا هي بمنصب سياسي. شو بيصير فيها؟ تخطف الأضواء. ليه؟ يعني بدها تسلم زمام الأمور لمرحلة معينة. يمكن في شيء بده يصير لجو بايدن، نائبته هي اللي بدها تسلم القرارات بمرحلة من المراحل. اسم بعد غير ترامب؟ ما حأعطيك اسم، حقلك ثلاث حكومات أوروبية تستقيل. تستقيل؟ مين؟ وتاج الملكة بخطر. مين؟ ثلاث حكومات هيك بس؟ بدي أيد. هتستقيل مش من تلقاء نفسها، بضغط من الشارع. بدنا نقشع مظاهرات، بدنا نقشع قواس، بدنا نقشع اعتداءات عرقية. نعم أوكي. الولايات المتحدة بدي، كيف كان في عنا هون شرقية غربية، في ولايات بدها تقوم على بعضها. واو. بالإضافة لغضب طبيعة بين 23 ونهاية 24 يشطر الولايات المتحدة شطر. يف. وبعض الولايات غرقانة كليا في الماء. في ال... بالمي. بالمي. أسماء لبنانية، يعطينا ثلاث أسماء رح نشوف صورهم بالأخبار وعناوين الأخبار ورح يصير في عليهم علامات استفهام و... والناس رح تحكي بالصالونات عنهم كتير. أول اسم. حأعطيك الأسامي بس ما حقلك إذا سلبياً أو إيجابياً. هلأ أنت بلش لي وأنا منشوف أنا وياك. أعطيني أول اسم. حتكون كليشيه، رياض سلامة. إيه مش غلط، رياض سلامة رح يضل لبنانياً ودولياً اسمه. لا رح يضل بلبنان رياض سلامة. لا لا، مين رح يجي محله لرياض سلامة؟ مين رح يجي محله لرياض سلامة؟ الله يساعده من هلا مين ما يجي محله. يعني شخصية خبيرة بالاقتصاد لبنانية محط. ما بدي تعطيني هيك اشياء. لا لا ما بقلك لبنانية محط. ما كانت موظفة ولا دولة بالخارج، خبير اقتصادي. انه بدي بعد شيء اداء. هلا إذا طلع شيء أداء بعطيك إياه. يعني أداء بس بده يطلع الاسم. عن اللي بده يجي محل رياض سلامة متوسط العمر. بس يجي بده يحاكم موظفين والحاكم. ده غير رياض سلامة. سعد الحريري. شو بيصير فيه؟ قلتي لي اعطيني اسامي. لا هلا انا عم قلنا في مرحله من المراحل بمزح معك. امتحان صعب ولكن بكون ناجح. ريا الحسن. لحظه خليني بسعد الحريري، رح نرجع نشوفه عم بيلعب دور، رح يرجع ما وقف دوره بعد. ايه اكيد، بس لانه بس يوصل سعد الحريري لسده رئاسه مجلس الوزراء. اوكي هون ما حناقش في الموضوع. اوكي يكون اخر رئيس مجلس وزراء سني. اي فمشان هيك حيكون في حدا من قبله حيلعب لعبه كتير حلوه. حدا من قبله؟ نعم. مثل مين؟ ريا الحسن. تالت اسم. جنرال جوزيف عون.
ايه مثلا قائد الجيش، ما قلت لي بيطلع اساميهم، بيظهر اساميهم بطريقه كبيره. اوكي شو بقدر اقول لك؟ سامي جميل يتصدر الصحف. سامي ليش يتصدر الصحف؟ بانقلاب كبير على السياسه اللبنانيه وعلى السياسيين في لبنان، ما راح يترك له صاحب. الله يساعده، ما هو عم بيقلب عليهم كلهم صار له سنين. لا، عم بيجتمع مع فلان وبيجتمع مع عيلتين، هلا بده يقلب الطاوله كلها على الكل ويفضح الامور، ومن بيناتهم احد الاشخاص من آل جميل. مين قلت لي؟ ما قلت لك. بلا، بين نجيب ميقاتي وسامي جميل ذكرت اسم. اسم مين؟ ريا الحسن. لا لا، حدا كان عم يسمعنا. قائد الجيش جنرال عون. شو بيعمل؟ يعني تخيلي انه المطران عون وجنرال عون بالاصل وميشيل عون. جنرال عون صح، يعني بيت عون باقيين على قلب الكل. جوزيف عون شو بيصير فيه؟ شو توقعاتك له؟ الله يحميه ويضل محافظ على المؤسسة ويقدر يحافظ على البلد مثل ما لازم.